بات البحث عن عمل والتفكير في الهجرة والتمكين من المشاركة السياسية وغيرها من قضايا هموم يحملها الشباب السوداني على عاتقه، هموم ربما دفعت الكثيرين منهم للتفكير في خلق واقع أفضل حتى وإن كان من باب التطوع ومساعدة المجتمع الذي يكسب المزيد من الخبرات حسب رأيهم. أنا بشوف هو الشباب طبعا في يعني في السودان يعني بيعاني من ضغط عالي جدا، انه الدنيا يعني بقت صعبه، ويعني الزول يلقى فرصه عمل صعبه، المنافسه حتى لدخول الجامعات بقت صعبه، فانه الشباب ان هم يقدروا يوصلوا للمرحله يكونوا فيها ناتجين او يقدروا يساعدوا المجتمع بحاجه، انا بشوف زي الليله يعني الناس بتلم مع بعض، الشباب بيقفوا مع بعض ان هم يحاولوا ينتجوا حاجه كويسه. الشباب كتار عندهم طاقات لكن ما عارفين يودوا وين. لو نحن كل سنه عملنا برنامج زي ده وعملنا مبادرات وجبنا جمعيات ان تعرض فكرتها للشباب اكثر شيء، يعني ممكن كل الناس تشارك، بدل الناس تمشي شبابها كله في الليستيك وفي الحياة دي، ممكن تقضي شبابها في حياة طوعية. وتبذل المؤسسات الحكومية جهدا كبيرا لتوفير فرص عمل لمحاربة البطالة التي تصل حسب تقرير حكومي إلى 38%، جهد تنتقده فئة الشباب وترى أنه لا يلبي الطموحات ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة. في مشكلة كبيرة برضو بين الشباب والمجتمع والدولة، إنه ما في ثقة. يعني أنا كشاب ما بثق في حزب سياسي، ما بثق في مؤسسة الدولة، ما بثق لأنه الظروف بتاعتي اللي أنا نشأت فيها والظروف اللي أنا مرت بها ما بتخليني أثق فيهم. ودعت الأمم المتحدة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى مسائل الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في التغيير، ونظمت في الخرطوم فعالية عكست هموم الشباب ودعت لتفجير طاقاتهم الإبداعية. تتعقد قضايا الشباب وتتشابك في السودان، وربما لا تفلح مثل هذه البرامج والنشاطات في حلها واستيعاب الهموم والأمال والطموحات أو حتى الطاقات الكامنة بداخلهم، ما يستدعي الاهتمام بهذه الشريحة التي تتعدى نسبتها 40% في المجتمع السوداني حتى لا تنجرف وراء التيارات الهدامة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.